في سبيل هذه الدنيا سجل موسى بن جعفر. هل جربنا ان هذه الدنيا تاتي بيدنا ثم لا نسجل موسى بن جعفر؟ جربنا انفسنا. 7 سنوات للامام الكاظم في السجن، اين شيعته؟ اين شيعته؟ كانوا يذهبون مشيا الى كربلاء وحسينهم الحقيقي في السجن، اليس هذا تاريخنا؟ اين الشيعه؟ الحسين بالمشي والعزاء، اليوم الانتماء للحسين بالدمعه والدم. ان هذه المسيره هي مسيره الجهاد والتضحيه والفداء، سوف تستمر باذن الله تعالى. مسيره المقاومه للطغيان، مسيره المقاومه للاستبداد، مسيره المقاومه للجهل، مسيره كلكم من هذا المنبر، اما ان ندافع عن عقيدتنا او لا نجي بعد مشي الكربلاء. هيهات منا الذله، هيهات. لعن الله أمة ظلمتك، والطامة الكبرى لا، لعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به، سمعت بالفتوى وجلست ورضيت وخنعت، أيضا تلعن ودليله القرآن. ماذا صنع هذا البكاء؟ صنع رجالا وقفوا أمام داعش وصمدت آمولي وصمدت مدن كثيرة وحضرت أرض العراق من درس داعش بسبب هذا البكاء. من الموصل، من الجامع الكبير، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين. الحقيقة في السجن، أليس هذا تأريخكم؟ دين ومبادئ وقيم، بدل ما تصلح لسانك صلح عقيدتك، اكتسح الجدار هذا، شيله شلعه وطلع إمامك المعصوم محبوس عند السند بن شاك. يقول دققنا، وإذا فعلا بيت السند بن شاك ملاصق لهذا المسجد، والإمام موسى بن جعفر في ظلم المطامير عنده، وانت قاعد لتدرس لنحو، أي نحو؟ ونريد أن نمن على الذين استضعفوا. إحنا استضعافنا مضاعف من عندنا، سبب إحنا، سببا بليتنا، سبب محنتنا، سبب نفسيتنا، سببنا ملتفت أن عيوننا ضيقة، ما نقدر نشوف واحد. واحد لما يدخل معركة يفتهم، وحسب قول سيدنا علي الأكبر سلام الله عليه في كربلاء يقول الحرب قد بانت لها الحقائق، يعني بالحرب تبين منو صدق كلامه ومنو كان مجرد خواء وتظاهر. الحرب قد بانت لها الحقائق وظهرت من بعدها المصادق. هاي رجز اللي قرأه سيدنا علي الأكبر الشهيد في كربلاء في مواجهة الأعداء. أهل كوفة، الجماهير مصرة على الاستمرار في المشي إلى كربلاء المقدسة، فكان للسيد الشهيد محمد باقر الحكيم الدور المفصلي في توجيه الجماهير بالاتجاه الصحيح في رفض قرار السلطة. أن النظام كان لديه خطة مدروسة للقضاء على الشعائر الحسينية، وهذا ما استفز عموم أبناء الشعب العراقي وخاصة أبناء المحافظات الوسطى والجنوبية، فقرروا في حال منع النظام واستخدام القوة على الحسين عليه السلام يجب أن يبقى رمزا لنا. شعارات الحسين في كربلاء يجب أن تبقى رمزا لنا في كل وقت. واعتقل من اعتقل، وكان على رأس المعتقلين السيد محمد باقر الحكيم.